تعالوا نعمل الكرع، جبنا الكرع يا حسني، تعالوا نبص عليه. احلى لمونه يا ربيع يا موسى. جبنا الكرع الاماني، بص الكرع، بص يا حسني، بص بص الحلاوه، بص يا حسني بقى واستمتع. بص بص اهو، بصي بقى، بصي بقى، هو ده، بص يا حسني، ده اهم حاجه الداخلي ده، هو ده يا حسني، بصي هو ده الايه، العصب اللي انا عايزه للمحشي. تعالي اجيب ايه، اعمل ايه، شويه حركات كده للايه، للشوربه بتاعت الكارع. معلقه سمنه، الصلصه حكايه، معلقه زيت يا لميس، بص يا لميس، معلقة زيت ومعلقة ايه؟ زيت، ودي تشوك، كوني غسلاه ومنضفاه كويس، وهو الحفر ده احلى حته، واروح جاي حسني، بص اعطره بايه حسني؟ بصلايا، جزرايا، عود كرات، عود كرفس، واقلبهم كده مع بعض، وخدي بالك وكوني حريصه، طماطمايه، فلفل حار يا حسني، ورق لورو، ده حسني معاك سلو موشن، فلفل حصى، وايه تاني يا حسن؟ ميه سخنه بتغلي يا دلعو، احلى شويه شوربه كوارع في الدنيا. انت شايف استمتاعك وانت بتعمل؟ وانا قلت لك ما تخشيش المطبخ لما تكوني سعيد. لا ده انت السعاده النهارده ايه؟ عكاوي وكوارع بقى، ده مدرسه الاستاذ حسني. تتكلمي في ايه؟ بصي بقى، الملح والفلفل بعد السوى، ايوه، هيقعدوا قد ايه؟ ساعة ونص. ساعة ونص؟ عشان تبقى دايبة كويس ان احنا عندنا هنا الكوبي ده. بصي بقى، كوبي كوبي الاصل كله، الاوريجينال يا شيخ. اه بالظبط، ما تحطيش ملح وفلفل دلوقتي خالص الا ما يستوي. ليه يا حسن؟ عشان الملح بيأخر السوى، زي ما انت شايفه كده قدامه. احلى جوز الطيب يا موسى، ابعت لي واحده جوز الطيب فريش. بايت هو هنا اصلا. تيجي نفكر جمهورنا بارقام تليفوناتنا؟ اتفضلي. نفكركم طبعا بارقام تليفوناتنا وصفحاتنا على السوشيال ميديا، اكتبوا لنا وابعتوا لنا وكلمونا وشاركونا موضوع حلقتنا النهارده. كمان هنطلع فاصل، بعد الفاصل نيجي نكمل مع بعض الاكلات الجميله بتاعتنا. قبل ما تروح الفاصل يا حسني، بص الشوربه عامله ازاي، بص اللون، بصين، بص الريحه، بص التركات، بص اهي عندنا اهي كل ده مع بعض. ده بص هنا، بص هنا، بص هو بيغلي بيغلي بيغلي